احنا دلوقتي عند اركان شعارهم ان هم اسعار زمان، بس انا بقى عايزه اقول لكم ان عند اركان هتخلي بيتك غير اي بيت، لان الحاجات اللي عندهم سبيشال وشيك ومش هتلاقيها في اي مكان تاني، بلس بقى ان هي مش شعبي. فتعالوا كده اوريكم بقى ليه انا بقول ان انت هتخلي بيتك غير اي بيت. بصوا يعني انا حاولت اجمع لكم الحاجات اللي موجوده في المحل كله في مكان واحد علشان تبان كده. يعني بصوا مثلا طقم معلق ده موجود بكل الوانه، بصوا كام لون وقد ايه هو شيك ومميز. اطقم التوزيع عندهم الوان كتير واشكال كتير، حتى البرادات طبعا. بقى لو بصينا على اطقم التوابل فهم عندهم كوليكشن لاطقم التوابل، سواء بقى الدواره او الست قطع السبع قطع. يعني بصوا والالوان مش عاديه، يعني اللون ده بالنسبه لي مش سهل ان انا الاقيه، وطبعا البينك برضو. بقول لك ايه، طلعنا 5 6 وصواني دي رهيبه. المكان موجود في 11 شارع محمد السادات في النزهه الجديده، موجود في الدور الاول. انا هقول لكم اللوكيشن ازاي توصلوا بالظبط، بس فعلا المكان هنا للبنات اللي بتجهز بقى واللي عايزه تخلي بيتها مختلف غير اي بيت. والمميز عندهم ان زي ما قلت لكم شغلهم مش شعبي خالص، واسعارهم باسعار زمان فعلا. بصوا بقى كمان عندهم الاجهزه والقطاعات اللي احنا طبعا بنبقى بندور عليها وبتبقى اساسي موجوده هنا برضو عندهم. الطقم ده نازل ترند جدا دلوقتي، هتلاقوه موجود برضو. وده طبعا كل الترندات الشيك هتلاقوها موجوده هنا اهو. بصوا وشغل بطوط حاجه كده قمر. اما بقى اطقم الشربات والكاسات فطبعا مختلفة، لان المكان هنا مش بس ان هو ادوات منزلية، لا ده كمان انتيك. يعني هتلاقوا كل حاجة موجودة عندهم هي هتخلي بيتك في حتة تانية وشيك. تعالوا بقى اوريكم كده حاجات انتيكات كده صغيرة وهتحلي شكل بيتك، يلا بينا. بصوا كام حاجة كده صغيرة بس شيك قوي، يعني لو حطيتيها في اي ركن في بيتك هتفرق جدا معاكي. ما نسيوش بقى اطقم الحلل، هتلاقوا عندهم اطقم حلل سيراميك وجرانيت وباقل سعر بسعر الجمله ومن اول قطعه. طقم التوابل الدوار ده برضو اللي هو الست قطع، في منه الوان كتير جدا زي ما قلت لكم. الحلل هنا جرانيت وسيراميك وستلس. لقيت عندهم حاله الضغط مش دايما بتبقى موجوده في كل الاماكن. وكمان بقى بردات البايركس موجوده بكل الاحجام. بصوا دي انا شخصيا كنت بدور عليها، اللي هي النتيجه للقمر دي حلوه قوي. الشغل ده مش شغل شعبي خالص، بالعكس شغل راقي كده. طقم التوابل ده كمان رهيب بكل الوانه وكلهم احلى من بعض. ازاز الزيت حلو بقى. بصوا كمان الجزء ده كتير رفايع، المساحات بكل احجامها. ندخل بقى على الحاجات اللي هي الحلوه بقى اللي بندور عليها. اطقم الصيني، دي اطقم صيني صح؟ اه. دي كام قطعه؟ 68 قطعه. بص الطقم ده برضو، بصوا بقى برضو اطقم الحلل. انا عايزه اقول لكم ان اي عروسه هتيجي هتجهز من اركان هتخلي بيتها مش زي اي بيت تاني ابدا. اطقم السكاكين بالالوان، يعني دي حاجه تحفه. اللون ده رهيب رهيب. الاسعار عندهم مميزه جدا، هنزل لكم لينك التليجرام اللي فيه كل حاجه، يعني كل المنتجات اللي عندهم بالاسعار كمان.
وطبعا العنوان واللوكيشن بالتفصيل علشان توصلوا لهم بكل سهولة، وكل أرقام التواصل.